كل من يتابعني عبر صفحتي الرسمية، الآن توجهت القوات وانطلقت باتجاه منطقة عفرين، كل التشكيلات الحقيقة بعربات مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة تتوجه الآن باتجاه منطقة عفرين، وهذه اللقطات الحصرية لمتابعي عبر حسابي الشخصي. كما هذه اللقطات مشاهدينا كما تتابعون معنا، الله حيك، ينطلقون الآن باتجاه منطقة عفرين لنصرة أهلنا بالعفرين، فتحية من حلب إلى أهلنا الصامدين في عفرين الأبية. وهذه اللقطات هي إهداء، الله حيو على عفرين، على عفرين، جاي لك يا أردوغان، الله حيك.